ونسأله أن يجعل غرضنا فيما نتكلفه من ذلك ابتغاء وجهه وإيثار رضاه ومحبته ليكون سعينا عنده مشكورا. وإيثار رضاه ومحبته. نعم. وإيثار رضاه ومحبته ليكون سعينا عنده مشكورا وثوابنا لديه موفورا. نعم. بعد أن سأل الله التوفيق للثواب القول وصالح العمل، سأل الله الإخلاص. فالعمل الصالح إذا أطلق يراد به أن يكون موافقا للشرع، والخالص مراد به أن يكون لوجه الله. وهذا أن يركن العمل، شرطان لا يصح العمل إلا بالله. الشرط الأول أن يكون العمل صالح، وهو أن يكون موافقا للشرع والدين والسنة. والشرط الثاني أن يكون موافقا، أن يكون خالصا لله. وجمع الله بين الشرطين في مواضع من كتابه، قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحد. هذا العمل الصالح ما كان موافقا للشرع، ولا يشرك بعبادة ربه أحد، هذا هو العمل الصالح. وقال سبحانه وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. فإسلام الوجه هو إخلاص العمل لله، والإحسان هو أن يكون العمل موافق للشرع والعمل الصالح. وقال سبحانه: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إسلام الوجه هو إخلاص العمل، والإحسان هو أن يكون العمل صالحا موافقا للشرع. وقال سبحانه: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. إسلام الوجه هو أن يكون العمل خالصا، والإحسان هو أن يكون العمل موافقا للشرع. ودلت النصوص أيضا على هذين الشرطين، وأنه لا يصح العمل إلا بهم. ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. العمل بالنية، وهذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. ودل على الشرط الثاني ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن يكون العمل خالصا لله، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن يكون العمل موافقا للشرع. فتبين بهذا أن هذين الشرطين هما أصل الدين وأساس الملة. أصل الدين وأساس الملة الشهادة لله تعالى بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. هذا أصل الدين وأساس الملة، وهو الذي ترتكز عليه الأعمال وتبنى عليه الأعمال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بني الإسلام على الخمس. الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فيجعل أصل الدين وأساس الملة شهادة أن لا إله إلا الله. وإذا أطلق الشهادة أن لا إله إلا الله دخلت فيها شهادة أن محمد رسول الله، وإذا أطلقت شهادة أن محمد رسول الله دخلت فيها شهادة أن لا إله إلا الله. شهادتان لا تصح إحداهما بدون الأخرى. من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم تقبل ولم تصح منه شهادة أن لا إله إلا الله. ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم تصح منه ولم تقبل منه. ولهذا فإن اليهود وإن كانوا يزعمون أنهم يؤمنون بالله ويشهدون أن لا إله إلا الله، لكن الله أبطل إيمانهم لأنهم لم يشهدوا أن محمد رسول الله ولم يؤمنوا به. أهل الكتاب اليهود والنصارى. فقال سبحانه في سورة التوبة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يخرجوا تعيدوا وهم صاغرون. فنفى عنه إيمان: لا، قاتل لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. لماذا نفى عنهم الإيمان بالله؟ هم يزعمون أنهم يؤمنون بالله لأنهم لم يشهدوا أن محمد رسول الله ولم يؤمنوا محمد عليه الصلاة والسلام ولم يقبلوا شرعه ودينه، فبطلت دعواهم الإيمان بالله. فتبين بهذا أن هذين
هذان الأساسان هما أصل الدين وأساس المجتمع. ولهذا المؤلف رحمه الله سأل الله التوفيق لصواب القول وصالح العمل، هذا هو الركن الأول، وسأله الإخلاص في العمل. قال ونسأل الله أن يجعل ونسأله أن يجعل غرضنا فيما نتكلفه من ذلك ابتغاء وجهه، ابتغاء وجهه وإيثار رضاه ومحبته. نسأل الله أن يجعل غرضنا فيما نتكلف بما نقول ونعمل ونكتب ونؤلف أن يكون العمل ابتغاء وجه الله، وأن يكون مرادا به إيثار رضا الله ومحبته. فمن وفقه الله لصالح القول وصواب القول وصالح العمل وجعل عمله خالصا صار سعيه مشكورا عند الله وثوابه لديه موفورا. ولهذا قال المؤلف ليكون هذا التعليق ونتيجة نتيجة صواب العمل والإخلاص، النتيجة أن يكون السعي عند الله مشكورا والثواب لديه مشكورا. ولهذا قال المؤلف ليكون سعينا يعني عملنا صلاة وصوم وزكاة وحج وبر الوالدين وصلة الرحم ودعوة للناس وعمل المعروف ونهي عن المنكر وإحسان إلى الناس وكف الأذى وبعد عن المحرمات وبعد عن العدوان على نفس الدماء والعدوان على نفس الأموال والعدوان على نفس الأعراض. هذا السعي، هذا العمل، ليكون سعينا عنده مشكورا وثوابنا لديه موفورا. فمن كان عمله خالصا لله وموفقا لشرع الله فسعيه مشكور يشكره الله سبحانه وتعالى لصاحبه، وكان الله شاكرا عليما. سبحانه وتعالى يثيب على العمل القليل ثوابا كثيرا. فمن أخلص عمله لله وكان موافقا للشرع فسعيه عند الله مشكور وثوابه موفور عظيم. فنسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في العمل والصدق في القول، وأن يوفقنا للصواب في القول والعمل حتى يكون سعينا مشكورا وثوابنا لديه سبحانه وغفورا. نعم.